كات بتصحى بتلاقي نفسها مخطوفة بعد ما دخلت لقرية ماديسون وهي على عربية السفاح، وخد باله منها انها فاقت من الاغماء وكمان جريت منه عشان تحاول تهرب، ونزل لها وهيطاردها، وبسبب اصابتها ما قدرتش تهرب لبعيد والسفاح قبض عليها، واهل القرية شايفينها عادي وما ساعدوهاش. وبيظهر جيمس وويل هما مهتمين بعمل لقاءات مع المؤلفين، وتلقى جيمس رسائل كتيرة جدا من مؤلف كتاب رعب اسمه الشيطان في الغابة، وبيتكلم عن سفاح اسمه داميان في قرية ماديسون، وجيمس معاه صديقه المصور ويل، وهيروحوا لعمل لقاء مع مؤلف الكتاب اللي اسمه ديفيد راندال، وهم متحمسين جدا. وصلوا لبيت البنات وهيروحوا معاهم، وخبط ويل على باب حبيبته بروك وهي مع صديقتها جينا، ولكنه لا اخو حبيبته كايل فتح له الباب، وبسبب ان ويل سمعته كانت وحشة زمان فقفل كايل الباب في وشه، وجات له بروك وتقول ان كايل هينضم ليهم في الرحلة لانه خايف عليها من ويل وسمعته، ومضطرين يوافقوا وانطلقوا في طريقهم. ويحكي جيمس للشباب عن السفاح داميان اللي في قرية ماديسون ان المؤلف ديفيد قال انه قتل اكتر من 33 شخص، وهو متنكر في قناع على شكل خنزير، واهل القرية من كتر خوفهم منه ما بيقدروش يبلغوا الشرطة عنه ولا حتى بيتكلموا عنه للغرباء. وشايف جيمس ان رحلتهم للقرية ومقابلتهم لديفيد المؤلف والكاتب هتبقى ممتعة، ولقوا راجل على الطريق وهو حارس الغابة، ويستغرب انهم متجهين لقرية ماديسون لان سمعتها مش احسن حاجة، ويطلب منهم ياخدوا بالهم كويس من سكان القرية هناك لانهم غريب الاطوار، وكمان ارشدهم لاقرب طريق يوصلوا عن طريقه للقرية بسرعة، والطريق اسمه بتجرو، وسابهم ومشي وهم مستغربين منه، والليل حل عليهم وهم مخيمين. يكمل جيمس ليهم قصة السفاح داميان اللي المؤلف ديفيد كتبها لما داميان كان صغير، والده توفى وامه حد من خارج القرية حبها، وشاف انه عشان يتجوزها لازم يتخلص من داميان لانه ما بيحبهوش، فضربه وعذبه وشوهه ورماه على الطريق املا انه خلاص هيموت، ولكن جه واحد من اهل القرية وانقذه، وساعتها داميان الكراهية والانتقام اتربوا جواه، وبعد فترة لقوا الراجل اللي عذبه مقتول. والصبح حل عليهم وهيستعدوا للرحيل من الغابة والاستمرار في طريقهم لقرية ماديسون، ولكن فيه راجل غريب مراقب الشباب دول وهم مش واخدين بالهم منه، ولما حست جينا بحركة حواليها بيكون الشخص ده اختفى، وحست بالقلق منه وراحت لجيمس وقالت له انها سمعت صوت محرك عربية امبارح بالليل، وسمعت كمان الصوت ده تاني الصبح، وحسه ان حارس الغابة بيراقبهم وشكله كده وراه سر مظلم، ولكن جيمس يطمنها وي يقول لها ده شكله طيب، ده ادانا وصف الطريق هيوصلنا للقرية اسرع بنص ساعة، وطمنها ومشي وكملوا طريقهم ووصلوا لطريق بتجرو اللي قال لهم عليه حارس الغابة، ولكن جيمس قلق من كلام جينا ومش هيمشي فيه خوفا من ان حارس الغابة فعلا يكون شرير وبيضللهم، وهم مكملين طريقهم هيضطروا يوقفوا شوية للراحة، ويستغل ويل الفرصة ويبدأ يصور في الطبيعة وكمان في جينا وجيمس. ولما مشي يقول جيمس الجينة ان ويل صديقه من زمان، وانه كمان رايح لقرية ماديسون عشانه لانه حفزه بخصوص الطبيعة الجميلة الموجودة هناك عشان يصورها، وويل في الغابة راح يعين الصور اللي صورها، ولقى راجل غريب في الصور نفس الراجل الغريب اللي جينة حست بيه انه مراقبهم في الغابة، وحس بالقلق وسمع صوت حواليه في الغابة، ولقاها حبيبته بروك خضته وهيمشوا من الغابة خلاص وهيكملوا طريقهم. وبعد سفر يوم كامل وصلوا اخيرا لقرية ماديسون، وكلهم متحمسين، ورسائل المؤلف ديفيد راندال لجيمس انه لما يوصل للقرية يسأل الناس على عنوان بيته، وهم كمان حسوا بالجوع وهيتجهوا لأقرب مطعم في القرية، وهم كلهم مستمتعين. وصلوا للمطعم ولما دخلوه يستغربوا من نظرات الناس ليهم لانهم مش متعودين على دخول الغرباء للقرية لانهم خايفين على مزارعهم من السرقة، وراحوا لصاحبة المطعم واسمها إرما، ولما سألوها على المؤلف ديفيد راندال قالت لهم انه مشي من القرية من زمان، حتى السفاح داميان هو مجرد اسطورة، والمؤلف ديفيد اختفى بعد كتابته لكتاب الشيطان في الغابة، ولكن جيمس مش مصدق الست العجوزة ونجح ياخد منها عنوان بيت ديفيد راندال المؤلف، وهيتجهوا ليه للتأكد بنفسهم، ونظرات اهل القرية الموجودين مش مريحاهم، واهل القرية والشباب خايفين من بعض في نفس الوقت.
وحوالين المطعم موجودة عربيات كتيرة جدا قديمة. المؤلف ديفيد راندال قال في كتابه انها للضحايا اللي السفاح قتلهم على مر السنين اللي فاتت، وعدد العربيات كتيرة جدا، وديفيد قال ان السفاح قتل اكتر من 33 شخص، وكلهم كانوا من الناس اللي دخلوا للقرية وهم مش من سكانها الاصليين. وده يا صديقي لان اللي اذى داميان وهو صغير كان شخص من خارج القرية ومش من سكانها، وقبل ما يمشوا من المطعم هيصور ويل صور تذكارية، وجاله السفاح اللي كان خاطف كات في الاول، وكان هيتخانق مع ويل لولا تدخل كايل، ويقول لهم لازم تمشوا من هنا احسن لكم وانتم لسه قدامكم الفرصة، لان السفاح الخنزير لو ظهر مش هيرحمكم وهيقتلكم كلكم، ولكنهم ما اهتموش بيه. وكملوا طريقهم لبيت المؤلف ديفيد راندال، واقترحت بروك على جيمس انهم لازم يمشوا من القرية الغريبة دي ويسمعوا نصيحة الراجل الغريب اللي قبلوه، ولكن كايل رفض لانهم قطعوا مسافة كبيرة جدا للوصول لهنا، واستغربوا منه انه متحمس للرحلة. وهم ماشيين شافوا شخص مشوه قدامهم وكانوا هيدوسوا عليه، ولما بصوا عليه لقوه اختفى، وهم مرعوبين منه ووصلوا لمدخل بيت المؤلف ديفيد راندال ومش حاسين باي حركة لانسان هنا خالص، حتى لما خبطوا على الابواب ونادوا على ديفيد ما لقوش رد خالص، ومفيش حد موجود في البيت، حتى كايل فشل انه يدخل من الباب الخلفي، فطمن الشباب انه هيرجع للمطعم وهيتأكد من عنوان البيت من الست العجوزة ايرما، وجيمس اداله مفاتيح العربية للوصول اسرع. ووصل كايل للمطعم من تاني وراح للست العجوزة ايرما ويقول لها انه ملقاش حد في البيت، فتقول له طبعا لانها قالت لهم ان ديفيد راندال مشي من القرية بعد ما ألف الكتاب بتاعه، ولكن كايل حاسس ان السفاح قتل ديفيد عشان الكتاب اللي كتبه عنه، وإرما قالت له ان ديفيد عيلته كلها ميتين وملهوش حد هنا. وجيمس بيقرأ في كتاب المؤلف ديفيد ولقى ان كل الحاجات اللي لقوها في القرية هنا هي اللي المؤلف كاتبها في الكتاب. وكايل راح للمقابر ولقى عيلة ديفيد ميتين فعلا، ولقى حارس المقابر جاله وافتكر انه شرطي، لان الشرطة جت هنا للتأكد من اختفاء كات اللي ظهرت في الاول، لان ابوها بيقول ان السفاح داميان هو اللي خطفها، ويحذره من القرية ويطلب منه يمشي منها، وهينقسم الشباب عن بعض، وهتروح بروك مع ويل للبحث عن ديفيد المؤلف، وهيروح جيمس وجينا هيدوروا على اي اثار ترشدهم ليه. وجيمس قلقان ان كل ده ولسه كايل مرجعش ليهم من المطعم، وجينا تقوله انها مش مطمنة وهي في القرية دي، وتنصحه انهم يمشوا ولكنه طبعا رفض. ووصل ويل وبروك لمخزن بيت المؤلف ديفيد، ولقى ويل الباب مقفول بقفل ولكن القفل مفتوح، ولقى جيمس صور لعيلة في المكان ومكتوب عليها من الابن داميان لامه ايرما. اذا يا صديقي السفاح داميان امه هي الست العجوزة صاحبة المطعم ايرما. وقلق جيمس وجينا اكتر، وكايل لقى بنتين بيجروا في الغابة فراح يتبعهم يمكن يوصلوه لحاجة، وحس جيمس بالقلق من الست العجوزة انها قالت له ان السفاح هو مجرد اسطورة ولكنها هي امه اصلا، وهيروح للمطعم للتأكد منها والاطمئنان على كايل اللي لسه ما جالهمش لحد دلوقتي، ويطلب من جينا ترجع لويل وبروك وهو هيحصلهم، ولما مشي بيكون في حد مراقبهم. وكايل تتبع البنتين ولقاهم في البحر، وللاسف هم وقعوه في الفخ لانهم تبع السفاح الخنزير داميان اللي ظهر من وراه وهجم عليه وقتله، ولقى ويل في المخزن مضرب خشب فيه فهياخده معاه للحمايه، وهم مش عارفين ايه اللي مستنيهم، والعصايا الخشب دي لن تحميهم من السفاح داميان. وجيمس بيجري بسرعة على رجله للوصول للمطعم، وويل وبروك راجعين لمكان جيمس وجينا عشان يمشوا من هنا، ولكنهم ملقوش حد، وجرب ويل يفتح الباب تاني ولكنه برضو ما فتحش وزهق، وهيسيب بروك تدور على جيمس وجينا كمان وهي لوحدها لانه هيروح للغابة وهيدور على حمام. وجيمس تعب من كتر الجري وبيتمنى انه يلاقي اي عربية تظهر قدامه وتوصله، وعربية السفاح فعلا ظهرت وشاور لها عشان تقفله، ولكن انها كانت هتدوسه وهتقتله، ولكن جيمس جري بسرعة منها، والسفاح قال لهم في الاول عند المطعم انهم لازم يمشوا من هنا قبل ما السفاح الخنزير يظهر، ولكنهم ما سمعوش الكلام وخلاص الوقت اتأخر على الهروب. وويل ساب المضرب الخشبي على جنب في الغابة وراح يدور على الحمام، والسفاح جاله بما انه لوحده وخد المضرب الخشبي، ولما حس بيه ويل اعتقد انها حبيبته بروك
ولكن السفاح هجم عليه وويل حمى نفسه والمضرب اتكسر، والسفاح متعود انه يتصرف وباقل الامكانيات وهجم على ويل وقتله بالمضرب المكسور. ووصل جيمس الارمة وقال لها انه عرف حقيقتها وانها ام السفاح ضميان، وتقول له انه كده هو عدى الحدود معاها وكمان عرف تفاصيل ما كانش المفروض يعرفها، وتحذره قبل ما يمشي ان ابنها السفاح ضميان لن يرحمه لا هو ولا اصدقائه، ودخولهم للقرية دي هو اكبر خطأ هم عملوه. وقابلت بروك جينا وقالت لها على مقتل ويل، وهي شافت السفاح الخنزير وهو بيقتله، والسفاح ظهر من وراهم وحاول يهجم عليهم ولكنهم هربوا منه بسرعة. ولما خرج جيمس من المطعم لقى عربية حارس الغابة وصلت ويطلب منه يركب معاه وهو هيفهمه كل حاجة. وجينا وبروك بيهربوا من السفاح في الغابة، وكل واحدة منهم استخبت في مكان، ولكن السفاح شاف بروك وهيقتلها خلاص، ولكن تدخلت جينا عشان تشتته ويتبعها هي مكان صديقتها بروك. وحارس الغابة وصل جيمس البيت السفاح، والقصة ان المؤلف ديفيد راندال هو حارس الغابة وبعت رسائل كتيرة لجيمس للذهاب للقرية عشان يسلمه للسفاح عشان يحرر بنته كات المخطوفة، وهو كمان اللي كان بيراقبهم في كل مكان. والسفاح اللي حذرهم من القرية واللي خطف كات هو مساعد السفاح الخنزير، وديفيد هيبدل جيمس بكات بنته وضربه واغمى عليه. والسفاح الخنزير داميان حاصر جينا خلاص، ولكنها لقت الفاس بتاعه في الغابة وهتحاربه، وهو بيضحك وبيطلب منها تحاول، وهجمت عليه وافتكرت انها قتلته، ولكنه ضللها وخد منها الفاس وقتلها بيه، وعمال بيعمل اصوات الخنازير وفرحان بالصيد، وكده عليه انه يرجع بيته عشان يرتاح. والسفاح المساعد بتاعه ربط جيمس وديفيد جنب كات ولازم يستنوا السفاح الخنزير لحد ما يوصل ويتصرف معاهم. ويقول ديفيد لجيمس طالما اصدقائك مش موجودين هنا فهم خلاص اتقتلوا على ايد السفاح الخنزير، ويعتذر له ان هو عمل كل ده عشان ينقذ بنته كات. والسفاح هو اللي طلب منه كده، طلب منه ضحايا جداد يدخلوا للقرية عشان يصطادهم، وفيه مسمار ورا جيمس هيحاول يحرر نفسه بيه. والسفاح الخنزير داميان جالهم، وديفيد يقول له انه لو حرره هو وبنته مش هيقول لحد عليه وهينسوه، ولكن السفاح لا يوفي بوعوده ولا يرحم احد، وطعن ديفيد وهيستعد للباقي. ولما ساب سكينته وحرر جيمس نفسه وخد السكينة بسرعة وهجم على السفاح واضعفه، وحاول يهرب ولكن السفاح تتبعه، ولكن السفاح ملقاش جيمس بره، وده لان جيمس عامل فخ للسفاح وضلله وهجم عليه. والسفاح اغمى عليه وحرر جيمس كات وهي بتحاول تحرر ابوها ديفيد المصاب، وسابوا السفاح مغمى عليه وركبوا عربية ديفيد للهروب، وسابوا ديفيد في صندوق العربية. ولما مشيوا بيكون السفاح تتبعهم ووصل لصندوق العربية وقتل ديفيد نهائيا، ووقف جيمس العربية ونزل للسفاح عشان يحاربه، ولكن جيمس ضل للسفاح مش اكتر عشان يدي فرصة لكات انها تظهر من وراه وتضربه ويهربوا هما الاتنين بسرعة من قرية ماديسون المرعبة. وبروك خرجت من الغابة مش عارفة تروح فين، ولما مشيت من هنا بتكون عربية جيمس وكات مشيت هي كمان، وعلى حظها البائس هي كده هنا لوحدها وخسرت حبيبها ويل وصديقتها جينا، وهي ما عندهاش حل غير انها ترجع للمطعم بتاع العجوزة الشريرة ارما لطلب النجدة، وهي مش عارفة ان ارما اصلا هي ام السفاح. ووصلت للمطعم ولما دخلت تهديها ارما وتقول لها احنا لازم نكلم الشرطة فورا على السفاح المجنون الخنزير اللي عمل كل ده، وتطلب منها تطلع بره للعربية بتاعتها وهي هتجيلها وهتوصلها للشرطة. واهل القرية طبعا مش حاسين باي حاجة ولا هيقدروا يساعدوا بروك اصلا لانهم بيخافوا من السفاح الخنزير وبيخافوا حتى انهم يتكلموا عنه. ولما خرجت بروك لعربية العجوزة ارما بتكون خلاص كتبت نهايتها بايدها، والعجوزة مش هتتعب ابنها السفاح الخنزير اكتر من كده، كفاية عليه الشباب اللي خلص عليهم في الغابة. وراحت العجوزة بسكنتها وقتلت بروك، وقرية ماديسون اي حد من الغرباء هيدخلها هيلاقي السفاح الخنزير داميان موجود مستنيه عشان يقتله. بس كده يا شباب، دي نهاية الملخص.